وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الخلية التي وضعت لها الإطار الأساس لكي يقوم النحل ببنائه وتضع الملكة فيه البيض، وسأقوم بتقطيعه على شكل مثلثات إن قام النحل ببنائه ووضعت فيه الملكة البيض. اليوم المهم بعد 4 أيام سأتفقد هذا الإطار إن قام النحل ببنائه أم لا، رغم أنني قلت لكم إخواني الكرام بأن المرعى غير جيد في انطباقي يعني العام، ولكن سأجرب. المهم شاهد معي بسم الله الرحمن الرحيم، نعلم بأن هذا العام غير جيد في انطباقي، ولكن سنقوم بتفقدها. لا بأس، لا بأس قام النحل، هذا النحل إخواني الكرام يذهب على جهة واحدة، يعني يبني على جهة واحدة فقط، هذه الجهة السفلية قام ببنائها، لكن الجهة الأفقية لم يقوم به سبحان الله إخواني الكرام، والله بناها ووضعت فيه الملكة البيض. بيض يوم، يعني اليوم وضعت فيه الملكة البيض. قام النحل ببناء نصف إطار فقط ووضعت الملكة البيض. أنظر بيض عمر يوم، هني اليوم وضعت الملكة البيض. سأقوم بعمل خدعة، يعني أقوم بإقلاب الإطارات إخواني الكرام. سأقوم بإقلاب الإطارات، يعني اليوم وضعت الملكة البيض. اليوم وضعت الملكة البيض، يعني هنا نحتسب 3 أيام، يوم الأحد، يوم الاثنين لا، يوم الثلاثاء لا، يعني يوم الأربعاء سأقوم بتقطيع الإطار. سأتم خلية يوم الثلاثاء سأقوم بتقطيع الخلية، ويوم الأربعاء سأقوم بتقطيع الإطار ووضعه في خلية ميتمة في
كيف أقول لإنتاج الملكات الخضري الكرام هكذا. المهم أن النحل قام ببنائه ووضعت فيه الملكة البيض. في الفيديو القادم إن شاء الله سأقوم بنزع الإطار، بعد 3 أيام سأقوم بنزع الإطار وتقطيعه على شكل مثلثات وأضعه في خلية مثلثة. ما دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.